درعا سوق الشهداء، اليوم الثاني للأضراب. أضراب الكرامة 12/12/2011. حما معك يا حمص المول. إضراب الكرامة في سوريا في يومه الثاني. الطلاب والتجار في مناطق سورية مختلفة التزموا في وقت سجل انتشار أمني وعسكري كثيف، ومعلومات معارضة تؤكد أن قوات النظام حاولت مرة جديدة إجبار أصحاب المحال التجارية على فتحها بالقوة. قوات الأمن تقوم بخلع المحال التجارية درعا المحطة. الله أكبر! الله أكبر! رغم استمرار العنف ومسلسل القتل والانتشار الأمني والعسكري، وعلى وقع التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام ومناصرة حمص المحاصرة، توجه السوريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البلديات. وفي أحد مراكز دمشق لوحظ إقبال ضعيف وفق فرانس بريس نقلا عن شاهد في المركز، مع الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية تتم بموجب القانون الانتخاب الجديد الصادر مؤخرا من أجل تعزيز مبدأ اللامركزية بحسب السلطات. نبدأ نشرتنا من الاستحقاق الوطني الداخلي وانتخابات الإدارة المحلية في مشهد يعزز مسيرة الإصلاح الشامل ويعكس أحد مظاهر سوريا وتقاليدها العريقة. في موازاة ذلك تشهد إدلب ودرعا اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات منشقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. 12/12/2011. أما في حمص المحاصرة فالمشهد على حاله، مسلسل القتل يتواصل في وقت تتزايد التحذيرات دولية من مغبة شن هجوم على المدينة التي تحولت عاصمة للثورة السورية. وفي المسعى الإقليمي لتطويق الأزمة قبل تدويلها أو أقله حرصا على عدم تدويلها، فقد أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن وزراء الخارجية العرب سوف يجتمعون خلال أيام لمناقشة الرد السوري المشروط على توقيع بروتوكول إرسال مراقبين إلى سوريا. إسرائيليا أعلن وزير الدفاع هود باراك أن سقوط نظام الأسد سيكون نعمة لمنطقة الشرق الأوسط وضربة لمحور إيران حزب الله.